السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، في يوم الجمعة حابب أقول لكم إن شاء الله جمعة مباركة عليكم جميعا. وبداية الحمد لله رب العالمين، الأمور في إزمير هادئة يا إخوان، ألف الحمد لله رب العالمين، والشرطة مسيطرة على الوضع بفضل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين اللي ما صار أرواح وما صار شغلات كبيرة بعد حادثة إزمير اللي حصلت، اللي كان ممكن يوقع بعدها فتنة كبيرة. ولهلأ برجع بدعي الناس الحذر من الوقوع بالفتن يا أخواني الكرام، لأنه الفتنة أشد من القتل. وفي عندي طبعا كمان بنهاية الفيديو نصيحة جدا هامة لجميع الإخوة السوريين والعرب المقيمين على الأراضي التركية، خليكم معنا في معلومات جدا مهمة. بداية يا أخواني، صرح والي إزمير، طبعا هلأ طلع الخبر بداية على الصحف التركية، مقتل شاب تركي على يد شاب سوري. تمام، طلع الخبر، نقلنا الخبر. طيب ما بعد الخبر شو صار تصريحات؟ صرح والي إزمير يا أخواني أنه 3 شباب أتراك كانوا شاربين الكحول، يعني كانوا سكرانين، مر الشاب السوري من جنبهم، صار مشاجرة ما بينهم. تمام، صار مشاجرة ما بين هدول الأشخاص، فقام الشاب السوري بطعن شاب تركي من قلبه، والشاب السوري كمان انطعن. يعني شلون صارت العملية ما بنعرف، ممكن يكون عم يدافع عن نفسه، ممكن هو انطعن بإيده بالأول بعدين طعن، ممكن يعني تفاصيل الحادثة يا أخواني إنه شلون صارت ما بينهم، شو دار بينهم، هذا الشيء الوحيد بيعلمه رب العالمين. فنحن ما فينا نقول إنه الحق على هاد أو حق على هاد، نحن واجبنا يا أخواني نهدي النفوس وننصح الناس إنه تهدي من شان ما يصير فتن أكبر لا سمح الله، من شان ما العائلات تتأذى. يعني في أطفال، في عيال يا أخواني، هدول ما لنزم، نحن ما منريد أنه حدا ينضر. شفت بعض الإخوة المتابعين عم يكتبوا أنه إيه وما بيصير، ومنيح اللي عمل هيك ومنيح اللي سوى هيك. يا أخواني هذا الشيء ما بيصير، نحن ضيوف على هاي البلد. بالنهاية في أشخاص كانت عم تقول طيب هن لما بيقتلوا واحد من عنا ما بيصير كل هالقد وما بتكبر كل هالقد. نعم صحيح هذا الكلام، ليش ما بيصير كل هالقد؟ لأنه نحن هون بالنهاية ضيوف وهن هون أصحاب البلد. يعني إذا جا واحد على بلدك وصار يقتل عندك ببلدك ولاد بلدك، أكيد رح تكون ردة الفعل غير لما هن ما بين بعضهم بيصير جريمة، أو واحد منهم مثلا بيقتل واحد غريب، فطبيعي انه تكون ردة الفعل على السوريين اكبر. بالاضافة لا تنسوا يا اخواني انه في ناس عم تحرض ضد السوريين حول العالم بشكل عام لايقاع الفتن ما بين الناس. يعني ما شاء الله عليكم، الشعب السوري شعب واعي، لازم يكون فهمان هاي القصص يا اخواني ويتدارك هاي الامور. فالاخوة اللي مثلا كتبت تعليقات سلبية انه ما بيصير وكذا، وما بيصير يا اخواني، انتوا لا تحرضوا على الفتنة، انتوا اهلي وناسي ولاد بلدي، بس انا بنصحكم نصيحة من قلبي، لا حدا يحرض على الفتنة. لانه يا اخواني اليوم بس يصير مشكلة، طيب هلا شفتوا شو صار بأنقرة، شفتوا القرارات اللي طلعت فيما بعد، الله يستر هلا ان القرارات اللي تطلع بإزمير. طيب اخواننا اللي مقيمين بإزمير هلا اذا راحوا على الدوائر الحكومية لحتى يقوموا بعمل اي اجراء رسمي، هل بنعرف انه رح يكون في اجراءات فيما بعد؟ يعني لا سمح الله يطلعوا قرارات جديدة، هو ما في شيء حاليا، بس ولكن هل انت حطيت حالك مكان هدول الناس اللي هن بقلب الحادثة قبل ما تطلع وتحكي؟ لا ما حطيت. فيا ريت انه نكون واقعيين ونخاف على بعضنا يا اخوان. يعني بحادثة أنقرة في طفلة ما لها علاقة، هلا امبارح بإزمير في ناس انحرقت بيوتهم، كسرت سياراتهم، وفي ناس اكلوا حجار على شبابيك البيت، وهن ما لهم اي ذنب. نحن كإعلاميين أو كأشخاص بنطلع بننقل الخبر، هذا الشيء اللي بيحزننا، بيحزننا هدول الأشخاص اللي ما لهم ذنب إنه هن يتضرروا من وراء هاي الأمور. فنحن عبارة ما لنا لا مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف يا إخواني، نحن كإعلاميين أشخاص بتنقل الخبر فقط، بنشوف شو عم يصير على الأراضي التركية، بننقلكم الخبر مشان أنتوا يكون عندكم علم بالموضوع، إذا في قرارات جديدة، إذا في أمور مهمة مشان أنتوا تستفيدوا، إذا في قرارات جديدة مشان تكونوا منتبهين. يعني فوق ما نحن عم نطلع نترجم ونتعب ونعمل فيديوهات ونقدم لكم الخبر، مفروض تقولوا لنا كتر الله خيركم، لانه نحن من خلالنا انتوا عم تعرفوا شو عم يدور على الاراضي التركيه، وعلى هالاساس انتوا عم تتصرفوا. فيا اخواني يا حبايب قلبي، اليوم ما بيقدر اعلامي يطلع يقول ايه الله محييه برافو عليه بطل، ما بيصير هذا الحكي، او ما بيقدر يطلع يقول كمان للتركي ايه برافو عليه هذا بطل، كمان ما بيصير هذا الحكي. نحن جماعه مسلمين، نحن مقيمين بدوله يا اخواني في قانون، والقانون بياخذ مجراه والقانون بياخذ حقه. نحن ما لنا علاقه باحد الاطراف، نحن طرف سيز مثل ما بيقولوا باللغه التركيه، يعني لا هون ولا هون، نحن بنطلع بننقل الخبر. في كلمه خير بنحكيها، ما في كلمه خير ما بنحكي. ليش؟ لانه كلمه الخير اليوم يا اخواني ما بين الناس، كلمة الشر بتنتشر بشكل أكبر وبصير من وراها فتنة. فبغض النظر نتمنى الرحمة للشاب التركي، بنتمنى الشفاء العاجل لا أخونا السوري. بغض النظر يا أخواني الحق كان على مين، هاي المشاكل بالنهاية عم تنحكى ما بين الناس أنه والله شوفوا السوري عمل هيك، أو شوفوا السوريين صار هيك، وفي ناس عم تتأذى من وراء هاي المواضيع. نحن بالنهاية يا أخواني كلياتنا نحن هون بالنهاية ضيوف، كتر الله خيره استقبلونا.
فوتونا على بلدهم واستقبلونا، لازم نكون محترمين، ما بصير هاي التصرفات. بغض النظر انا هلا في ناس ممكن مثلا دفاع عن النفس هذا الشيء ثاني، ولكن يا اخواني بغض النظر الجماعه استقبلونا، الجماعه نحن قاعدين عندهم ببلدهم، لازم تكون تصرفاتنا حلوه ومدروسه وراقيه. يعني الشعب السوري شعب راقي، لا تخلونا ننقل صوره غلط عن الشعب السوري يا اخوان. والشغله ما هي بالمراجل يا اخواني وبالعياط وبالهوبقه وبالضرب وبالقتل. يعني اليوم يعني من ورا مشكله صغيره ممكن تتهجر الاف وملايين الناس، ممكن هاي الشغلة تودي بحياة ملايين الأشخاص، صح ولا لا؟ فخلينا نحرص على هدوءنا، نخلينا ناس راقين، الحق موجود، الدولة موجودة، وكل شيء موجود. تمام، تعرضت لأي موقف تحاشى يا أخي، حاول إنك تكون إنسان صبور وفهمان. في عندي نصيحة يا إخواني كتير مهمة للإخوة السوريين والعرب المقيمين بتركيا. إخواني بشكل عام، يعني والله العظيم يا إخواني أنا مقيم بتركيا منذ سنوات طويلة، رح أنصحكم كم نصيحة تقيدوا فيهم كمان حلوين ومفيدين. يعني اليوم أنت مثلاً أو أنت مثلاً، إذا أنتوا في عندكم جيران أتراك، إذا طبختوا هالطبخة، إذا أخذتوا صحن صغير من هالطبخة عطيتوا جيرانكم الأتراك، قلتوا لهم تفضلوا ولو ما بتعرفوا تحكوا لغة تركية، يعني إذا دقيتوا عليهم الباب قلتوا لهم تفضلوا هي صحن ولو ما بيعرفوا والأكل، هن مرة ورا مرة رح يصيروا هن يحبوكن ويودوكن حتى لو ما في لغة بيناتكن، صدقوني. يعني لو اجى احد السوريين اشترى له وردة وقال لأحد الأتراك بالطريق تفضل شكرا لكم انتو استقبلتونا وهداه وردة، والله العظيم ما بيخسر شيء. هيك يا اخواني بيزيد الحب ما بين الأتراك والسوريين، غير هيك صدقوني ما بيمشي الحال. يعني شوفوا مع احترامي لكل البلاد العربية، ولكن هل البلاد العربية استقبلتنا مثل هون مثلا؟ في كتير بلاد عربية ما اعترفت فينا يا اخواني، صح ولا انا غلطان؟ فخلينا على طول ابتسامة، معلش السلام عليكم، لو ما حدا رد علينا منقول السلام عليكم، خلينا مبتسم، خلينا نتعامل بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، خلينا نقتضي برسول الله محمد. يعني مرة بنعطيهم طبخة، مرة مثلا أحكي لكم قصة كتير بسيطة. مثلا في عندي أحد هون الجارات ولادها كانوا على طول يتقاتلوا مع أولاد الأتراك مشان الطابة، يلعبوا بالطابة ويتقاتلوا. فأجت الجارة قالت الله يوفقك احكي مع أولاد الأتراك، على طول عم يضربوا ابني وابني عم يضربهم عم بيصير مشاكل ما بينهم. فبتعرفوا شو حلت الموضوع كانت؟ حليت الموضوع بعشرين ليرة تركي. شلون حليت الموضوع؟ رحت اشتريت طابة وعطيتها للولاد الأتراك، قلت لهم بتلعبوا سوا مع بعضكم. صاروا الأولاد السوريين يلعبوا مع بعض والأتراك يلعبوا مع بعض. صاروا السوريين والأتراك آخر شيء يلعبوا مع بعضهم، هدول فريق وهدول فريق، وحب واحترام وود. يعني هيك لازم نحن نعلم أولادنا، هيك لازم تكبر الأمور، هيك لازم تصير القصص. مو والله صارت مشكلة بنط واحد بالتعليقات إيه أوه يا عمي هدي يا حبيب قلبي هدي، والله هاي المراجل من وراء التعليقات كلها ما بتجيب نتيجة يا عمري أنت يا قلبي. في شيء اسمه أرض واقع، في شيء اسمه عيال بدها تتشرد، المراجل وراء التعليقات وهون وهون هاي كلها ما لها طعم يا قلبي. يعني بيمسكوك كتير تك بيرحلوك بيزتوك على إدلب، هذا سقفك، فما في داعي إنك أنت تتمرجل أو تعمل حالك إنك أنت مثلاً بضاي أو يعني زمن المراجل راح، هداك أيام أبو شهاب وباب الحارة وأيام الخناجر هذاك راح يا أخي. اليوم الوضع مختلف، نحن بزمن 2000 رح نفوت 2022، فالأوضاع عم تكون مختلفة. فبدعي من الجميع يا أخواني، يعني هل هل هالأمور هي والله إذا بتطبق رح يزيد الحب، رح يزيد الخير، رح تصير الأمور أفضل والحياة أحلى بإذن الله. بحبكم بالله جميعا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.